بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهلا إلا جعلته سهلا، فأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا رب العالمين. أبنائي وبناتي، أحبائي، طلبة وطالبات المراكز الثقافية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع الشرح التفصيلي التحليلي للحديث الخامس من المقرر نعيش هذه اللحظات حول مائدة السنة النبوية المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ونبدأ بنص الحديث أولا. فقد روى الإمام أبو داود في سننه بسنده عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. هذا الحديث أبنائي رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي. وكلنا يعلم أن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت به أمه أم سليم إلى النبي وكان عمره 10 سنوات، وقالت: يا رسول الله، هذا ابني أنس يقوم على خدمتك يا رسول الله. فقام على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خدمت النبي 10 سنين فما قال لي مرة قط أف قط، أي تضجر مني، ولا لشيء فعلته لما لم تفعل كذا، أو لولا فعلت كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أنس بن مالك حبا شديدا، ومن شدة حبه لأنس بن مالك دعا له بطول العمر وكثرة الولد وسعة الرزق، البركة في الرزق، ودخول الجنة. يقول أنس بن مالك بعد أن كبر سنه وكان هو ممن كان آخر صحابي مات في البصرة، آخر صحابي مات في البصرة كان سيدنا أنس بن مالك، ووسع الله عليه في رزقه ورزقه من البنين والبنات ما يجاوز 100 من الأبناء والأحفاد ورآهم. يقول أنس بن مالك: وسع الله في رزقي ورزقني الذرية الكثيرة، وكذلك أطال الله في عمري، وأنا أنتظر الرابعة، أي الدعوة الرابعة، وهي أن يدخله الله الجنة.
ولا شك ما دام النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بدخول الجنة فنحن على يقين بإذن الله أنه من أهل الجنة إن شاء الله. عده بعض العلماء من أهل بدر، ولم يعده بعض العلماء لأنه كان صغيرا فكان في بدر يقوم على الخدمة لا كان يحارب بالسلاح. أبطأ يوما من الأيام على أمه أم سليم، فسألته عن سبب تأخره، فقال لها: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. فقالت له أمه: وما هذه الحاجة؟ فأجابها أنس بن مالك الصبي الصغير، قال لها: ما كنت لأفشي سر رسول الله. ولا شك أن هذا الكلام من صبي صغير له معاني كبيرة جدا معلومة. أنس بن مالك كان من المكثرين في رواية الحديث، فقد روي له حوالي 2286 حديث. توفي سيدنا أنس بن مالك في البصرة سنة 93 هجرية، وكما قلت لكم آخر من مات من الصحابة في البصرة. أنتقل أبنائي إلى الشرح التحليلي والتفصيلي لهذا الحديث النبوي الشريف، ويبدأ الحديث بقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان، ثلاث من أصل الإيمان، أي من أركانه. وإذا كانت هذه الثلاثة من أركان الإسلام الأساسية، فإذا سقط منها ركن ضاع الإسلام والإيمان، فصار من أسقط هذا الركن كافرا. يعني الثلاثة دول أي ركن فيهم يعني يسقط، ينتج عنه على طول الكفر لصاحبه. هذه الثلاثة بلا خلاف بين العلماء إطلاقا، فيش أي خلاف بين العلماء، أي خلل في واحد من الثلاثة دول على طول يعني ينتج عنه كفر هذا المخل. ما هي هذه الخصال أو الخلال الثلاثة اللي هي من أصل الإيمان؟ أول واحدة: الكف عمن قال لا إله إلا الله. يعني إيه الكف عمن قال لا إله إلا الله؟ يعني الكف عن إيذائه، الكف عن قتله، الكف عن يعني ماله، كل هذا مطلوب لا خلاف فيه، ولكن ليس هذا هو المقصود في حديثنا، وإنما المقصود في حديثنا ما هو أعلى وأسمى من ذلك. والذي هو أعلى وأسمى من ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. إذن المراد بالكف عمن قال لا إله إلا الله الكف عن إيه؟ الكف عن تكفيره، أي عدم تكفيره بذنب، وعدم إخراجه من الإسلام بعمل حتى وإن كان هذا العمل كبيرا من الكبائر.
لا يخرج، ويكون عاصيا ولكن لا يخرج عن الإسلام بهذا العمل. إذن فأول حاجة، لا يحق لنا في من قال لا إله إلا الله أن ننسبه إلى الكفر أبدا مهما فعل، ما دام مقر وموحد ومؤمن بلا إله إلا الله، وما أتى بما يخالفها أو يناقضها، ما أتاش بما يناقضها، فهو عندنا مسلم موحد بالله. بعد ذلك كان عاصيا أو غير عاصي، هذا أمر آخر يحكم عليه بما يليق به، ولكن لا يكفر، لأن هذا ثبت له وأعلن بنطقه بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثبت له إيه؟ الإسلام. تمام كده يا جماعة؟ طيب، هب أن أحدا تجاسر ووجد رجل يقول لا إله إلا الله، وعلى الرغم من قوله لا إله إلا الله هو رجل فاجر أو رجل مرتكب للكبائر، فكفره. فإيه؟ كفره. ما الحكم في هذه الحالة؟ اسمع إلى رسول الله يجيب عليك في هذا السؤال. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما. والمعنى يعني إذا كفرت أحدا قال لا إله إلا الله وقلت أنه كافر، ففي هذه الحالة واحد من أمرين: إما أن يكون أتى بما يناقض لا إله إلا الله فهو كافر حقيقة، ودي ما فيش مشكلة ما تخافش، أو أنه ما أتى ما يناقض لا إله إلا الله فليس بكافر، وفي هذه الحالة ترد وتعود إلى قائلها، فكأنني إذا كفرت مسلم وهو في الحقيقة غير كافر، كأنني والعياذ بالله أنا كفرت، يعني ضيع نفسه. يبقى إيه؟ يعني هو الذي يكفر المسلم المؤمن الموحد بالله يكون إيه؟ كافرا. طيب، هذا الكلام طبعا لي ضابط معين، وهو أنني أكفره بلا تأويل، لكن إن كفرته بتأويل يبقى أنا عندي تأويل، قد أكون أخطأت في تأويلي ربنا يسامحني، أو أكون يعني إيه أصبت في تأويلي فيكون هو فعلا كافر، لأن عندي ما أولت به كفره. تمام كده؟ زي بالضبط كده الخوارج يقولون مرتكب المعصية الكبيرة كافر خارج عن ملة الإسلام، أخرجوه خالص، كافر خالص. تمام؟ فهنا بعض العلماء قالوا: طب ما دام هم كفروا المرتكب الكبيرة، ومرتكب الكبيرة ده ليس بكافر، وهم كفروه، يبقى إيه رأيكم ما نقول عليهم هم كفرة؟ وبهذا أخذ من قال بتكفير الخوارج، قال لك ما هم مش هم كفروا مرتكب الكبيرة، والنبي بيقول من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، يبقى هم خلاص باءوا بها وهم كده كفر. لكن علماءنا الأجلاء قالوا لا، هم لما كفروا مرتكب الكبيرة كفروها بتأويل،
فهموا النصوص فهما خاطئا، لأنه جاءت الكبائر وفي نهاية الآيات فأولئك في النار خالدين فيها ولهم عذاب أليم، ففهموا الخلود في النار بأنه خروج عن الملة وكفر، وإلا كيف يكونوا خالدين في النار؟ فهم لما كفروا كفروا بالتأويل، فلا يحق لنا أن نكفرهم. وصلت كده المعلومة؟ وصلت؟ واضحة؟ طيب، يبقى في سؤال هنا، النبي قال لا يكفره، لا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. طب ما هو نكفره ونخرجه من الإسلام، مش الاثنين زي بعض، فليه بيكررهم النبي؟ قال لك لا، مش زي بعض. لا نكفره غير لا نخرجه، ولذلك سبحان الله كأنه بعلم من أعلام النبوة وبنور الله رأى رسول الله ما يأتي بعده وما يحدث بعده. الخوارج كفروا، المعتزلة ما كفروش، ولذلك مرتكب الكبيرة عند المعتزلة يا أولادي إيه حكمه؟ قال لك مخلد في النار، معذب مخلد في النار. طيب خرج من الملة، قال لك لا ما خرجش من الملة. طب دخل في الإسلام هو مسلم، قال لك لا مش مسلم. أمال إيه؟ قال لك في منزلة بين المنزلتين. هنا رأي المعتزلة ينطبق عليه قول النبي ولا نخرجه من الإسلام بعمل. لا نخرجه من الإسلام إيه؟ بعمل. يبقى إذن يبقى ال ال الخوارج صحيح صرحاء دخلوه في الكفر، لكن المعتزلة أخرجوه من الكفر ولم يدخلوه في الإسلام، ومن هنا قالوا المنزلة بين إيه؟ المنزلتين. تمام. الخصلة الثانية وهي الذي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. يعني إيه معنى الكلام ده؟ يبقى الخصلة الثانية تتلخص في الإيمان بأن هذا الدين، هذا الإسلام باق صالح لكل زمان ولكل مكان، وهذا الدين خاتم الأديان، كما أن نبيه خاتم الأنبياء، وسيظل هذا الدين باقيا إلى يوم القيامة، وما دام أيقن بهذا وأن الدين باقي فلا بد من حراسته وحمايته والدفاع عنه والجهاد للذب عن هذا الدين وبقائه. إذن كأني أنا لما أتأكد وأتيقن إن الدين ده باق إلى يوم القيامة، وجب علي من لوازم هذا أن أدافع عن هذا الدين وأحمي هذا الدين وأحافظ على هذا الدين. أنا لا أعتدي على أحد، ولكن من اعتدى على هذا الدين وجب علي أن أجاهده. لماذا؟ لأنه يريد أن يقضي على ما أمر الله به أن يدوم إلى يوم القيامة. ما رأيكم
لو أن أحدا جاء وقال الدين لله والجهاد لا يجب علينا حتى وإن انتهك هذا الدين وإن أبيد هذا الدين، الله عايز الدين يبقى يبقى، الله عايز الدين لا يبقى لا يبقى، أنا ماليش دعوة، إيه رأيكم؟ ينفع كده ولا لابد أن يجاهد ويدافع عن هذا الدين؟ الجواب من اعتقد هذا الأمر يكون به كافرا. ليه؟ قال لك لأنه أنكر أصلا من الإيمان، أصل من أصول هذه العقيدة أن نجاهد دفاعا لا اعتداء، دفاعا على هذا الدين حتى يبقى إلى يوم القيامة، لأن هذه عقيدتنا أنه باق إلى يوم القيامة. تمام. طيب، الجهاد يا جماعة لي معنيين. طبعا كل أمر فيه مجاهدة ومعاناة وتكلف وتحمل المشاق والصعاب يسمى جهاد، أي شيء أي شيء. ولذلك الجهاد في العلم، الجهاد في محاربة الهوى والنفس، الجهاد في الكلمة، الجهاد في الأفعال، الجهاد في ميادين الحرب، الجهاد في الفكر، الجهاد في المخترعات الحديثة، كل ما فيه مجاهدة هذا كله يطلق عليه جهاد. ليه؟ لأن فيه مجاهدة وكلفة ومشقة وتعب وبذل للروح أو للمال أو للممتلكات أو ما شابه ذلك. تمام. يبقى هنا الجهاد ليه معنيين، معنى عام ومعنى خاص. معنى عام ومعنى إيه يا أولادي؟ ومعنى خاص. إيه المعنى العام؟ المعنى العام يشمل ثلاث أشياء يطلق عليهم الجهاد. أول حاجة جهاد النفس والهوى والشيطان، وهذا الجهاد هو في ذاتي أنا، قاصر علي أنا، أنا بجاهد نفسي وجاهز الشيطان، وهذا الجهاد ينتج إن تغلبت وقويت عليه ينتج طاعة لله وعبادة لله وتقوى لله وإيمان بالله وبعد عن المعاصي وبعد عن الآثام وبعد عن الموبقات وبعد عن كل ما نهى الله عنه. ليه؟ لأني جاهدت وقويت ونجحت في هذه المجاهدة. أول حاجة جهاد إيه؟ النفس والهوى والشيطان. النوع الثاني في الجهاد يا أولادي جهاد للبدع والمنكرات والآثام القولية والعملية وغير ذلك. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا يعني رجل في من علماء الأزهر، جهادي بالكلمة، فإذا رأيت بدعة أنكرها الدين وجب علي أن أقولها وأن أنبه أن هذه أنكرها الدين. ولكن هذا كله بضوابط يا أولادي، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهنا قال علماؤنا الأجلاء: أما بيده فمن خصائص الحاكم، وأما بلسانه فمن خصائص العالم، وأما بقلبه فهذا للعامة. فلا نضع واحدة مكان الأخرى، وإلا سيؤدي إلى الفتن وإلى عدم الاستقرار في أي بلد. طيب، يبقى ده النوع الثاني في الجهاد. النوع الثالث في الجهاد يا جماعة
وهو جهاد الكفار، ويكون بالنفس والمال وبكل غال وسمين، وهذا تتولاه الدولة. هذا أمر ليس خاص بأفراد يا جماعة، وإنما هذا أمر خاص بالدولة كلها، هي التي تعلن الجهاد، وهي التي تنظم الجهاد، وهي التي تقوم على أمر الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ده الجهاد بالمعنى العام. طيب الجهاد بالمعنى الخاص، قال لك إذا أطلق بمعناه، إذا قيد بالمعنى الخاص فيكون المراد به الثالث اللي هو مين؟ جهاد الكفار. طيب إن كان بالمعنى العام فهنا في نقطة مهمة جدا، قال لك منذ بعثني الله، منذ بعثني الله، فيكون منذ بعثني الله هنا على حقيقته، على ايه؟ حقيقته. ليه؟ لأنه منذ بعثه الله تبارك وتعالى وهو في مكة أمر بأن يجاهد بجهاد النفس والشيطان وبجهاد البدع وبجهاد المنكرات، هذا أمر به. نعم لم يكن الثالثة موجودة، لكن بالمعنى العام يبقى إن كانوا في اثنين موجودين وفي الثالثة هذه كانت في المدينة. وبهذا نفسر قول الله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا. وجاهدهم به جهادا كبيرا هذه في سورة الفرقان وهي سورة مكية، فيكون معناه وجاهدهم بالقرآن ليواجهوا الشيطان ويواجهوا الهوى ويواجهوا النفس ويواجهوا الآثام، فهذا أمر يكون واضح. طب وإذا كان بالمعنى الخاص يبقى كلمة يعني منذ بعثني لابد من التأويل فيها، لابد من التأويل فيها، فيصير التأويل منذ بعثني الله بإذن القتال. ليه؟ لأن أنا قصدت المعنى الخاص اللي هو إيه؟ جهاد الكفار. وجهاد الكفار لم يكن في مكة، إنما كان إمتى؟ في المدينة، لما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالقتال. ما معنى منذ بعثني؟ أي منذ أذن لي بالقتال للأعداء. قوله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال. والدجال يا أولادي معناه الكذاب، وهي صيغة مبالغة من الكذب، والدجال من دجل ومن دجل تدجيل، أما من دجل أي كذبة مطلق الكذب، أما من دجل تدجيل فالمراد به أي موه وأخفى ظاهرا ما يبطنه حقيقة، أخفى ظاهرا ما يبطنه، يعني يتظاهر بالخير ويتظاهر بالحسن ويتظاهر بالإيمان، ولكن في الحقيقة هو في غاية الكفر والجحود والعصيان. فهنا يبقى دجل تدجيلا، فهذا يطلق على كل كاذب مموه مخادع يخفي الحقائق ويظهر ما يخالفها. الدجال ينطبق عليه ايه؟ هو ينطبق عليه الاثنين، بس الثانية اشد. ليه؟ لانه يوهم الناس بالخير
ويوهم أنه قادر على إحياء ويعطى بعض الأمور الخارقة ليختبر الله إيمان المؤمنين الراسخين في الإيمان. وكل ما يعطاه من مظاهر هذه خدعات سحرية لا أصل ولا أساس لها، ولكن كما قلت يعطى هذا حتى يميز ويمحص المؤمن الحقيقي. هذا الدجال المسيح الدجال، من الذي سيقتله في هذا الوقت؟ الذي سيقتله عيسى عليه السلام حين ينزل إلى الأرض. طيب إذا كان حيقتله عيسى، ثبت أن الذي سيقتله آخر هذه الأمة، يعني من هذه الأمة. قال العلماء عيسى حين ينزل سيكون في هذه الحالة واحد من أمة محمد عليه السلام، هو واحد منهم، صلى بهم أو صلى أحد المسلمين وهو مأموم على خلاف في النصوص، لكنه في هذه الحالة يعد من أمة محمد. ليه؟ قال لك لأن هذه الأمة وهذه الديانة ناسخة لكل الأمم ولكل الديانات ولكل الشرائع، فيأتي عيسى وحين يصلي يصلي على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هنا في قوله إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال، كلمة إلى دي غائية، أي لغاية أو حتى لغاية أن يقاتل آخر أمة الدجال. تمام؟ إيه مفهوم الغاية هنا؟ قال لك إلى دي عندها يسقط الجهاد، يسقط الجهاد، يعني كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا الجهاد دائم والجهاد باقي ولا ينقطع ولا يجوز إنكاره، لأنه به يحفظ الدين وبه يدوم الدين وبه يصل الدين إلى يوم القيامة. ولكن متى يقف الجهاد ويسقط الجهاد، ما يبقى الشريعة عندنا الجهاد؟ حتى أو إلى، الاثنين يمشوا، إلى أو حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال ويقتلوه. في هذه الحالة عندما يحارب آخر الأمة بقيادة عيسى عليه السلام الدجال ويقتلون الدجال، عندها يسقط الجهاد، ما في جهاد خلاص، ما في جهاد. هيجي واحد يسأل سؤال يقول لك طب ما في يأجوج ومأجوج هيظهروا؟ قال لك يأجوج ومأجوج الذي يتولى القضاء عليهم هو الله، هو الله، ليس أحد من أمة النبي محمد ولا عيسى عليه السلام ولا أحد، إنما يقضي عليه الله، ولا يكون إثم في هذه الحالة لأنه سقط الجهاد، لأن هذه الغاية التي وضعها النبي إلى أن يقاتل آخر أمة الدجال. سؤال يا أولادي، ما حكم الإيمان بأشراط الساعة الكبرى اللي منها قتل الدجال دي؟ قال علماؤنا الأجلاء واجب. طيب
من ينكر هذه كافر أم لا؟ هنا العلماء بحثوا فيها المسألة بحث متأني شوية. قال لك إذا كفرنا من ينكر علامات الساعة الكبرى نكفره بناء على تواتر الأخبار في هذا، فينظر هل الأخبار متواترة أم الأخبار آحاد وإن كانت صحيحة. بعض العلماء قالوا لا، ده هي أخبار آحاد فلا نكفره بذلك، مع إني اتفقوا على أن الإيمان بهذه شروط الساعة وعلامات الساعة الكبرى واجب، ده هذا ما اختلفش عالم فيه، كله اتفق على هذا، لكن احنا بنتكلم في قضية تكفيره. هنا علماء الحديث نظروا في هذه الأخبار فوجدوا أن هذه الأخبار إن لم تكن متواترة تواتر لفظي فهي متواترة تواتر معنوي. يعني إيه تواتر معنوي؟ يعني جاءت هذه الشرائط، أشراط الساعة الكبرى، جاءت في أحاديث كثيرة، كل حديث منها غير متواتر آحاد، لكن حين نجمع هذه الأحاديث ونضم بعضها إلى بعض ينتج عندنا هنا تواتر معنوي، مش في حديث واحد، في أحاديث كثيرة تواتر إيه؟ معنوي. ولذلك خطر كبير كبير على من ينكر أشراط الساعة الكبرى. الفقرة التي تأتي بعد ذلك في الحديث قوله لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، أي لا يسقط الجهاد كون الإمام جائر. لكن لافت للنظر يعني التسوية، لا يبطله جور جائر دي مقبولة جدا ما يختلفش عليها اثنين، لكن ولا عدل عادل، طب وهو العادل حيبطل الجهاد؟ إذا كان هو عادل كيف يبطل الجهاد؟ وهنا لمحة بلاغية جميلة جدا، وهي قصد التسوية، فكأن النبي يريد أن يقول إذا كان لا يسقط الجهاد عدل العادل فلا يسقطه أيضا حتى جور الجائر، فكأن القضية جائر أو عادل الاثنين يستووا مع بعض، فالجهاد باق في حالة الجور وفي حالة العدل، ولكن العدل أمكن، فجاء به هنا ليدلنا على تمكن الجهاد حتى في وجود الجائر. الخصلة الثالثة والأخيرة في هذا الحديث وهي الإيمان بالأقدار. القدر يا أولادي هو علم الله الأزلي وإحاطته بمقادير كل شيء وأحوال كل شيء، بحيث يكون إيجادها على وفق مراد الله تبارك وتعالى ووفق علم الله تبارك وتعالى. يقول سبحانه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، أي ما تعلقت به قدرة الله وعلم الله الأزلي سيكون وسيحصل بأسبابه وبمسوغاته، لا خلاف في ذلك، لأن علم الله لا يتخلف. طيب،
هل إيماننا بالقدر إيمان واجب بحيث يكون مجرد عن الأسباب ولا مرتبط بالأسباب؟ الجواب: لو كان إيماننا بالقدر مجرد عن الأسباب فهذا معناه أن الله ظالم. يعني إيه إن الله ظالم؟ معنى أنني أؤمن أن الله قدر علي كذا، وما دام قدر علي كذا سيحدث ما قدره الله تبارك وتعالى، أخذت بأسباب النجاة أو بغير أسباب النجاة، ففي هذه الحالة معناه ما قيمة العمل؟ ما قيمة الأخذ بالأسباب؟ لا قيمة له. ومن هنا إيماننا بالقدر لا بد أن يكون مركب من أشياء. إيه هي؟ أول حاجة علم الله بالأشياء، علم الله بالأسباب، علم الله بالنتائج، علم الله بسائر الأحوال. إذن فكتابة الله علم، وعلم مرتبط بالأسباب، ولذلك حين أؤمن بالقدر أؤمن بأن الله تبارك وتعالى علم أزلا وما أجبرني وما أكرهني وما فرض علي أن أفعل شيء، لأنه لو أكرهني وفرض علي فعل شيء فكيف يحاسبني أو يعاقبني؟ وإذا كان قدر علي الثواب وليس لي الكسب وليس لي دخل في هذا الثواب، فعلى ما يثيبني الله تبارك وتعالى. إذن فخلاصة القول يا أبنائي، علم الله ليس حتما أن يكون نافذا بدون الأسباب، ولكن الله تبارك وتعالى هيأ الأسباب. ولذلك حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الله قد كتب علينا هذا من أهل الجنة وهذا من أهل النار، كتب علينا، فعلام العمل؟ إحنا بنعمل ليه ونتعب ليه؟ قال: اعملوا فإن كل ميسر لما خلق له، أي ميسر لما علمه الله أزلا. ولذلك لما جاء رجل سارق إلى عمر بن الخطاب وقال له عمر: لما سرقت؟ قال: قدر الله علي أن أسرق فسرقت. فقال له عمر: كذبت، وما أعلمك أن الله قدر عليك أن تسرق؟ إيش عرفك أن ربنا قدر عليك؟ أنت أطلعك على الغيب؟ لا طبعا ما أطلعكش على الغيب. يبقى إذن أنت اكتسبت. والله يقول: وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، مع أن الله يعلم أزلا أنه شاكرا أو كفورا، لكن هذا العلم ليس مجرد من الأسباب، فلا بد علينا أن نأخذ بالأسباب. وعلى هذا إذا أخذنا بالأسباب فهذا اختيارنا وهذا كسبنا، وعليه نثاب أو نعاقب يوم القيامة إن شاء الله. قال تعالى في كتابه العزيز:
فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ما معنى هذه الآية؟ أي خذوا بالأسباب، خذوا بأسباب تحصيل الرزق، فامشوا في مناكبها، ولكن أيقنوا أن الرزاق وأن المعطي الحقيقي هو من؟ هو الله. ولذلك وكلوا من رزقه، ليس من رزقها، وإنما من رزقه هو سبحانه وتعالى. أعلمتم أبنائي أن القدر لا ينفي الأخذ بالأسباب، وإن قوما خرجوا من الدنيا بدون عمل صالح، قالوا نحسن الظن بالله، كذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، أي لأخذوا بالأسباب وعملوا لهذه الأسباب. وبهذا نكون قد فهمنا القدر فهما جيدا. ولذلك كثير من الفرق الإسلامية ضلت بهذا السبب، ولكن أهل السنة جمعوا بين الأمرين، بين وجود قدرة لله تبارك وتعالى ووجود قدرة للعبد اكتسبها من قدرة الله تبارك وتعالى وأخذ بالأسباب فنجا بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.